في أي احتفالية أو ندوة مثلاً أو حفل توقيع كتاب دايماً بيكون في سؤال معتاد للكاتب، ياريت نعرف من حضرتك إيه اللي ألهمك إنك تكتب الكتاب ده ومنين جات لك الفكرة، وبتتنوع الإجابات. إنما إجابة الكاتب اللي أنا هتكلم عنه النهاردة بتعتبر أغرب إجابة هتسمعها في حياتك، بكل ثبات وبكل هدوء. الحقيقة أنا مش مؤلف، دي روح الكاتب جات لي وهو اللي ملاني كل اللي أنا كتبته واللي أنا بقوله. طبعاً حالة غريبة جداً ورد أغرب. تعالوا النهاردة أحكي لكم قصة فرانسيسكو كانديدو زافيا، الكاتب البرازيلي. حالته بتعتبر الحالة الأكثر إدهاشاً في تاريخ الأدب. فرانسيسكو لأنه كان عنده عدد كبير من المؤلفات وصلت لحوالي 500 كتاب في كل فروع العلوم الإنسانية، وباع أكتر من 50 مليون نسخة، وترجمت كمان كتبه لأكتر من 20 لغة. ورغم كل ده هو بينفي تماماً عن نفسه صفة التأليف، وبيقول إن هو مجرد وسيط روحي بينه وبين الكتاب والشعراء الراحلين اللي بيخلوه يكتب اللي هم عايزين يقولوه، وإنه مجرد وسيلة بيتم استخدامها عشان علمهم وأفكارهم تفضل موجودة ما تنتهيش. وعشان رفض إن هو يتكسب أي فلوس من الكتابة، رغم إن زي ما قلت لكم المبيعات كانت بالملايين وممكن يحقق ثروة ضخمة، لكن الحقيقة هو كان بيتبرع بيها كلها للجمعيات الخيرية، وكان بيكتفي فقط بمرتبه البسيط من عمله كموظف في شركة صغيرة. فرانسيسكو هو طفل عنده 5 سنين اتوفت والدته، وطبعاً اتقطعت أخبارها من العالم كله إلا هو. كان دايماً بيقول لأبوه إنها بتكلمه وبتتواصل معاه. أب كان بيعتبر إن دي هلوسة أطفال يعني، أو طفل فقد أمه، لحد ما بدأ ينقله أسرار شخصية جداً ما كانش حد يعرفها غير هو وزوجته الله يرحمها، أسرار بين الأب والأم. وهنا شك الأب في ابنه إن حصل له اضطراب عقلي وقرر إن هو يحطه في مصحة نفسية، لكن الحقيقة إن قرايب الطفل ده منعوا الأب إن هو يعمل كده، فقرر إن هو يقعده من المدرسة وهو يا حبيبي لسه في ابتدائي، وكمل حياته كلها وهو بيشتغل شغلانات كتير. عدت سنين ولقى فرانسيسكو كده مرة وهو سهران في نص الليل في حاجة في دماغه عمالة تزن عليه ومش مخليه يعرف ينام خالص. قام لقى نفسه جايب ورقة وقلم، وقعد كده مسك الورقة والقلم وقعد يكتب 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 وهو مش عارف بيكتب ايه. هو حاسس ان هو بيتملى من ارواح بتقوله حاجات، وتكرر ده معاه كتير لحد ما لقى نفسه كتب عشرات القصايد ونشرها كلها في كتاب سنة 1932، وقال القصايد دي مش من تأليفي، دي تجميعة كده للشعر اللي الارواح بتمليهولي. نجح الكتاب جداً، بس الدنيا طبعاً اتقلبت في البرازيل وقضيته بقت قضية رأي عام. في ناس مصدقاه فعلاً وبتقول إنه فعلاً ده أسلوب شعراء محترفين، وإن مستحيل حد يعرف يكتب كل الأنواع دي من الشعر لوحده. وفي ناس تانية بتقول لأ معلش بقى دي خرافات، إزاي يعني تصدقوا إن واحد معاه ابتدائية يألف كتب وواخدين كلامه كده على محمل الجد؟ فرانسيسكو الحقيقة ما دخلش في الخناقة دي خالص، وفضل مركز في اللي هو بيعمله، يكتب وينشر الكتب بتاعته، وبيقول إن روح الكاتب بتمليه. والغريب إن فعلاً فيه كان كتب حلوة وكانت بتنجح جداً، ومنها اتعمل أفلام زي رواية فاسلر اللي باعت أكتر من 2 مليون نسخة، واتعملت فيلم سنة 2010 بنفس الاسم. فرانسيسكو اتحط في قوائم الكتاب الأكثر مبيعاً ومالت كتبه رفوف المكتبات، وكان ضيف دائم في التلفزيونات والجرايد، وبقى عنده شعبية كبيرة جداً بين الشعب البرازيلي اللي شافه متواضع ومحبوب لأنه فضل عايش في نفس بيته البسيط. وزي ما قلت لكم كان بيتبرع بكل أرباح مبيعاته للخير، وفي نفس الوقت بيقول للناس أنتوا يعني مديني أكبر من حجمي بصراحة يا جماعة، أنا مش كاتب، أنا بقول لكم أنا مش كاتب، أنا مجرد وسيط روحاني بينكم وبين الكتاب والشعراء. شعبيته كانت مهولة لدرجة أنه سنة 1981 اتعمل عريضة ووقع عليها أكتر من 2 مليون مواطن برازيلي بيطالبوا بترشيحه لجائزة نوبل للسلام،
وفي سنة 2002 وفي استفتاء على شخصية القرن في البرازيل كانت نسبة التصويت للناس ليه هو شخصياً حوالي 40% من بين كل الشخصيات الوطنية اللي كانت بتتنافس معاه على نفس اللقب. رحل فرانسيسكو سنة 2002 بعد ما عاش 92 سنة، لكن فضلت قصته لغاية النهاردة في عالم الغموض ومحدش عرف يفسر كان بيحصل إيه، ولحد النهاردة تعتبر قصته لغز كبير.